عليهم فكانوا لهم القدوة والإبراز. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالاتساع والاقتداء بصفوة خلقه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير قدوة وأفضل أسوة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فرئيس هذه المسابقة الميمونة المؤقر، وحضرات الحكم المبجلين، وإخوتي في الله، موضوع حديثي معكم اليوم السيرة النبوية أسوة خالدة للإنسانية. سادتي الأفاضل، إن حياة العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيها أربع خصال، وهي أن تكون تاريخية، وأن تكون جامعة، وأن تكون كاملة، وأن تكون عملية. أيها السادة، لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة، ثم ازداد ذلك ثبوتاً على الأيام، بأن الإسلام لم يقتصر على حفظ سيرة صلى الله عليه وسلم، بل توسع في ذلك على ما يتعلق به من كل النواحي، وصان هذه الأمانة القدسية، فلم تلمسها يد الضياع، ولم تعبث بها عوامل الدهر، إلى درجة أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب، والذين وقفوا حياتهم منذ العصر النبوي على حفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية أحاديثه، وكل ما يتعلق بحياته، أدوها إلى من ضبطوها بعدهم وكتبوها، وصاروا يسمون رواة الحديث بالمحدثين وأصحاب السير، وهم طبقات متسلسلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين حتى وافى القرن الرابع. فهل في العالم دين احتاط أهله مثل هذا الاحتياط، واهتموا مثل هذا الاهتمام في كل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته؟ ولهذا أنا أقول، ولست بمبالغ إذا قلت، إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن تكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته. إخوتي في الله، كما أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة تاريخية، فسيرته صلى الله عليه وسلم سيرة جامعة محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها. وما من حياة أحد مهما بلغت من صحة التاريخ وثبوت الرواية يصح أن تكون منها أسوة تتبع ومثال يقتدى به، إلا إذا كانت متصفة بالكمال، ولا تكون حياة أحد كاملة ومنزهة عن العيوب والمثالب، إلا إذا كانت معلومة للناس بجميع أطوارها ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحيها. وحياة محمد صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى ساعة وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عهده، فالناس كلهم في أمس حاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم. وبهذا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.